مرة قلت للأرض طيعة أنت. وينتمي إلى جيل صلاح عواد ومزاحم علاوي ورعد فاضل، كان هذا يعني هو منتهى ما يطمح إليه أي شاعر واعد في ذلك الوقت. راحل الشاعر مرحوم مزاحم علاوي، تعرفون هذه المرحلة. إذ وجدت بين زملائي من يقاسمني هموم البدايات على طريق الشعر، وكان الشباب بالتذويق الشعري والفني والثقافي الثقافة عموما تشكو فيها الألوان وفي قصيدة تختزل عذابات العالم. أيها الليل الخرافي إلى كم ستطول؟ فالعنوان ليل أطول وليل عرافي لهما في حال التذكير. الليل معصرة السويعات التي تأتي محملة بدمع الأمنيات. شكرا لاتحاد الأدباء لاستضافته إياي في هذا اليوم لتقديم مجموعة من قراءاتي لمجامع الشعرية كلها، فضلا عن هناك دراستان مهمتان للناقدين الدكتور أحمد جار الله ياسين والدكتور فيصل صالح القصيري. حقيقة أنا سعيد في هذه الأمسية لأنني قدمت منجز الشعري كله والمسرحي، والحمد لله ما قرأته في هذا اليوم كان موضع إعجاب وتقدير لأصدقائي. فمسيرة الشعر كما نعلم هي مسيرة ليست بالهينة، بل إنها تمتد على خريطة حياة كاملة استطعت من خلالها أن أكتب شعرا وبطرق مختلفة من المسميات. فقد كتبت القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة والنصوص النثرية، فضلا عن المسرح وأدب الطفل. كل هذا المنجز اليوم حاولت أن أقدم إضمامات منه وشذرات منه لكي يطلع الآخرون على هذه المسيرة. احتفى اتحاد الأدباء في نينوى بالشاعر المصلي والعراقي هشام عبد الكريم، إذ قرأ مجموعة من قصائده التي استقاها من مجاميع شعرية سابقة صدرت له، وكان أيضا هناك حضر النقد إلى جانب القراءات الشعرية، إذ تحدثنا أنا وزميلي الشاعر الدكتور أحمد جار الله عن أهم المحطات والعلامات في التجربة الشعرية لهشام عبد الكريم، هذه التجربة التي تمتد إلى عمرها أكثر من 3 عقود أو 4 عقود ربما، وكانت يعني تجربة ضخمة وتجربة مليئة بالتميز والتفرد والخصوصية. أقيمة اليوم جلسة تخص تجربة الشاعر هشام عبد الكريم، أقام اتحاد الأدباء والكتاب في نينوى، تضمنت قراءات شعرية للشاعر فضلا عن قراءتين نقديتين، الأولى للدكتور فيصل القصيري والثانية لي أنا دكتور أحمد جار الله. تناولنا في هذه القراءات تجربة الشاعر والخصائص الفنية التي امتازت بها، فضلا عن الجانب السيري الذي تحدث عنه الدكتور فيصل وكشف يعني فيه عن كثير من مرجعيات الشاعر هشام عبد الكريم الثقافية والحياتية، فضلا عن معايشته بوصفه واحدا من هذا الجيل الذي ظهر فيه الشاعر، الجيل يعني نستطيع ان نقول انه جيل الثمانينيات. اما قراءتي النقديه يعني اختصت بقراءه مجموعته خرائط المعنى، وحاولت ان تبين السمات الخاصه بتجربه الشاعر، واستطيع ان اقول ان اول سمه انه شاعر اعراف بوصفه يقف على مفترق طرق بين عده اشكال فنيه، فضلا عن أن شعر هشام عبد الكريم فيه نزعة درامية وجسد هذا في مسرحياته العديدة، وانتقلت هذه التأثيرات إلى قصيدته.